مباشرة من حلب معنا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز. أهلا بك محمد. إذن 25 شهيدا في الساعات الأخيرة في مدينة حلب جراء قصف من قبل طائرات النظام، ما التفاصيل لديك؟ نعم وسام، وصلنا مدينة حلب منذ حوالي ساعتين منذ وصولنا حتى الآن، أكثر من 8 غارات إلى 10 غارات من طيران العدوان الروسي على الأحياء المحررة من مدينة حلب، صلاح الدين، المشهد، السكري، الصالحين، غيرها من هذه المناطق أو الأحياء كلها تعرضت للقصف من قبل طيران العدوان الروسي. نسمع الآن في كافة أحياء مدينة حلب أصوات سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني لا تهدئ نهائيا لإسعاف الجرحى والمصابين ورفع الأنقاض عن الأهالي نتيجة تدمر أو دمار كبير جدا في الأبنية في الأحياء، يعني أبنية كاملة بأكملها سقطت على الأرض نتيجة القصف. يعني توجهنا إلى عدة أماكن تم قصفها، الدمار هائل، سيارات مدمرة، شهداء، جرحى، وضع يعني صعب جدا حقيقة في مدينة حلب، غارات مكثفة جدا في 24 ساعة الماضية. ودعت مدينة حلب حوالي من 25 إلى 30 شهيد من أبنائها، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة أيضا إلى سيارة. محمد، جميع هذه المناطق يقطنها مدنيين أو مدنيون أليس كذلك؟ كل الأحياء التي يتم استهدافها هي أحياء مدنية بالكامل، الأسماء يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصور أيضا ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية كلها، نحن أيضا شاهدناها، كلهم من الأطفال، من النساء، من عناصر الدفاع المدني، من الإسعاف. المقرات العسكرية أو الأماكن العسكرية لم يتم استهدافها حتى الآن، يعني حي المشهد، حي صلاح الدين، بستان القصر، 10 شهداء كانوا في بستان القصر، 4 في صلاح الدين. كل هذه مناطق مدنية بعيدة عن الجبهات، بعيدة عن يعني نقاط الاشتباك، أحياء مدنية يسكنها أهالي، يسكنها عوائل، يعني حتى يعني تشهد النقاط الطبية، المشافي الميدانية ضعف، لا تستطيع استيعاب كل هذا الكم من الإصابات، قسم كبير من الإصابات هو حالات بتر أطراف أو إلى ما هنالك من الحالات الصعبة، يعني تعاني هذه الصعوبة المشافي الميدانية وسط أيضا صعوبة إخراج المدنيين أو الجرحى إلى خارج حلب نظرا لوجود طريق وحيد هو الكاستيلو الذي يتعرض للضرب بشكل مستمر أو للقصف. البارحة كان طيران العدوان الروسي يستهدفه بالصواريخ الرشاشات طيلة النهار والليل أيضا، بالإضافة إلى تعرض هذا الطريق إلى الاستهداف بالرشاشات والقناصات من قبل الحزب البي كي كي في منطقة الشيخ مقصود، يعني وضع صعب جدا تعيشه مدينة حلب. الآن قبل بدء البث المباشر بحوالي بدقائق قليلة استهدف طيران العدوان الروسي مدينة حلب ب4 غارات على أحياء متفرقة، سمعنا صوت سيارات الإسعاف ولكن حتى الآن لا ندري إذا كان هناك ضحايا أم لا، لا ندري إذا كان هناك إصابات، يعني نسأل الله السلامة للجميع، ولكن الوضع يعني يعني صعب. طيب. أقل ما يمكن أن نقول عنه بأنه صعب جدا. طبعا هناك تحليلات بأن النظام يريد التقدم، لذلك يشن الغارات، الآن بدأ بالهجوم منذ الآن لإفراغ الأحياء أو إفراغ مدينة حلب من أهلها. نعم. طيب محمد، لا أدري إذا تمكنت من الحصول على معلومات عما يجري في ريف حلب الجنوبي، خاصة وكما تحدثت قبل قليل منذ ساعتين تقريبا وصلت إلى حلب، ما الجديد في ريف حلب الجنوبي؟ هناك أنباء عن حشود عسكرية كبيرة للنظام هناك ولميليشياته. نعم وسام، يعني نحن متواجدون في حلب بشكل مستمر منذ ساعتين دخلنا المدينة، ولكن في ريف حلب الجنوبي يعني قوات النظام تحاول بشكل مستمر التقدم من محور خان طومان، من محور الحاضر باتجاه المناطق المحررة أو المناطق التي حررها الثوار مؤخرا. البارحة كانت هناك محاولة لقوات النظام التقدم من محور برنا من محور برنا إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار، تمكن الثوار من صد هذا الهجوم وفجروا آلية لقوات النظام وأوقع أيضا عدد من القتلى في الميليشيات الشيعية، أو دعنا نسميها إن صح التعبير الميليشيات الشيعية وليست النظام، لأن الريف الجنوبي ليس فيه أي مقاتلين تابعين للنظام الأسد، إنما هي كلها ميليشيات شيعية تتبع لإيران والعراق وميليشيا حزب الله اللبناني. الاشتباكات مستمرة بين الثوار وقوات النظام والميليشيات الشيعية، الميليشيات الشيعية تزيد من حشدها في منطقة الحاضر بحسب يعني المعلومات الواردة لدينا من مصادر عسكرية، في محاولة منها للتقدم إلى هذه المناطق، للتقدم لقطع
الطريق حلب دمشق او لقطع الاوتوستراد الدولي، ولكن الثوار متواجدون بشكل مستمر. الغارات المكثفه التي يشنها نظام الاسد هي لتسهيل تقدم الميليشيات الشيعيه، وايضا في مدينه حلب لتسهيل تقدم قواته باتجاه من محور صلاح الدين وغيرها من هذه المحاور للسيطره على اكبر قدر ممكن او رقعه جغرافيه ممكن من الاحياء السكنيه في مدينه حلب وسط سيطرته كامله على هذه المدينة. وإلى أيضا ما يسعى إليها النظام جاهدا هو قطع الطريق الوحيد إلى مدينة حلب وإحكام سيطرته عليها ومحاصرتها. شكرا جزيلا لك محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من حلب، أشكرك على كل هذه المعلومات.